أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين. أحمده وأشكره، والشكر واجب له على كل حين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يأتي عليكم شهر ويذهب شهر، وهذا من علامات الرحيل والسفر. وها إن ابن آدم يسافر يوما فيوما من دار الدنيا إلى دار الآخرة، حتى يكون ثيابه كفنا، ومنزله لحدا، وفراشه ترابا. فاتركوا التكاسل عن الطاعات، واقصروا عن الخطيئات، وعلينا بجمع الزاد لسفر الآخرة وترك الدنيا الدنية، لقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فطوبى لمن زهد في دار فناء لدار البقاء، وترك الكسب الحرام، واجتنب الآثام، وجاهد نفسه، فتزكى، فإنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فطوبى لمن كسر نفسه عن الشهوات، واعتاد لتحصيل الحسنات. وطوبى لمن ترك الكذب والنميمة والغيبة، ونقى نفسه من البغض وسوء الظن بالمسلمين، والحسد على ما أنعم الله على المؤمنين، وخاف بطش ربه. وويل ثم ويل لمن مات قبل أن يموت، وفات قبل أن يفوت. وعلينا بالصدقات الجارية التي لا ينفد ثوابها ولا تنقطع منافعها، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا الصدقات المذكورة، فإنها لا تزال مقبولة. فطوبى لنفس تزود
أخذت من دنياها لآخرتها، ومن حياتها لموتها، ومن صحتها لسقمها، ومن شبابها لهرمها. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم المصائب. فمن مات تائبا من الذنوب نجا من الكروب، ومن مات متلطخا بالردائب تحير عند المسائل. نسأل الله التوفيق. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك ظهر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقطاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واقتل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروا.